يوم دونة زوجته الأستاذة دنيا العكاري ودونة المحامية الأستاذة أنيس الحراث بيان للرأي العام التونسي تقول لي أسفني هذه المحامية التي زارت اليوم نشل خياري أسفني إعلام الرأي العام بأنه أراني على مستوى صدره ورما بارزا يتراوح لونه بين الأحمر الداكن والبني في حجم إصبعين طولا وعرضا وبسؤالي عما حدث أكد أن الورم يتضخم منذ فترة وأنه أعلم إدارة السجن بل وراسل سلطات الانقلاب بخصوص حقه في العلاج وتحميلها مسؤوليتها إزاء وضع الصحي وأنه حتى الساعة لم يتلقى علاجا ولا قابل طبيبا مختصا ولا يعرف هل الورم إن شاء الله مش خبيث لتعرف أنه إذا كانت تراس هذيك إن شاء الله نقول سلامات ونشوفه في زوجته تقول أحمل السلطة الانقلاب سلامة الجسدية لزوجها هذا نداء لأنه مش ناخذوها بال يعني صحيح. ناخذوها بكل جدية إذا كان ثم مرض من حقه يا سيدي هذا صحيح هو كل التضامن أولا مع راشد الخياري شوف نعم مع راشد الخياري ومع السيد الوزير السابق المهدي بن غربية ومع كل مدون الآن مسجون ياسر الحسين احنا جينا معلومات الناس اللي يدخلوا ويخرجوا يلقوا السجن مليان ما زال وضعه غير سليم وغير قانوني ووضعه الصحي ايضا يعني لابد ان نقول بالنسبة اولا تحية لزوجة النائب راشد الخياري ونقول له احنا متواصلين معها نقول لها أن الرسالة وصلت ونحن دوناها واخذنا نسخة منها وسنوصلها إلى الجهات ذات العلاقة الجهات المعنية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وسندافع عن حقه في الصحة وحقه معناها في التقاضي العادل ما علم كان معنا اسمح المهر المذيوب الأستاذ المهر المذيوب نعم شعر اسم السنور بالشعب نعم وتحكينا قبل ليلة وليلتين على القضايا تبناها اتحاد البرلمان الدولي والشكاوى المقدمة نعم. من قبل من بين راشد الخياري نعم هذا أيضا للحقيقة والموضوعية أنه كان دور جمعية الضحايا التعذيب دور كبير أول من قام بربط الاتحاد الدولي البرلماني ونواب تونس هي الجمعية باتصالنا مع السكرتيرة وباتصالنا مع قسم حقوق الإنسان فهذا الحقيقة هذا معناه مش من لكن هذا دورنا ولكن حقيقة لابد نقول واحد اثنين أن وصلت الآن أكثر من 56 شكوى أكثر من 56 شكوى قدمت إلى البيان الأخير متاع الدورة متاع دورة الاتحاد البرلمان الدولي أيضا كان بيان واضح وبيان صريح في أن هناك انتهاك لحقوق البرلمانيين والنواب إلى آخره أيضا أن دعوة البرلمان التونسي ودعوة رئيس البرلمان ويحذر أن المساعد رئيس البرلمان في المؤتمر هذا دليل على أن البرلمان قائم على المستوى الدولي والبرلمان معترف به وكل ما قام به قيس سعيد في تسكير البرلمان بالدبابة وفي أرسلت رئيس مجلس نواب الشعب والنواب وإحالة النواب على المحكمة وأيضا يعني النواب يهرسلون الآن في عيشهم وفي قوتهم في نواب سي الحسين معناها وأمثلة عديدة ما يقدروش حتى باش يداوي رواحهم ما يقدروش يلقاو حتى ما له منا له ياخو في شهرية البرلماني وله لقي شغله يعني وضع مزري جدا ونحن نحيي كل من يعني تفاعل مع جمعية ضحايا التعذيب وتقدم بالشكوى وهذه كانت البداية وخلينا احنا النواب يواصلوا نعم. اذا هذا بالنسبة للنواب اذا القائمة طويلة قائمة الانتهاكات طويلة الان معناها قلت لك يعني ايضا النواب ورئيس البرلمان رئيس البرلمان من محكمة إلى محكمة يعني يقع يعني هرسلته ويقع إذلاله بطريقة غير مقرفة يعني الراجل يعني دخل القضية الأولى طلع ما فيما حد شيء القضية أنستالينجو ما فيما شيء يعني يعذب 14 ساعة جالس هذا نعم. تعذيب نفسي وجسدي هذا يعاقب عليه القانون يعني انتهاكات تلو الانتهاكات الأخرى يعني المحامين الآن نواب يعني عندهم قضايا متتالية يعني هذا وتقول لي فما حريات وفما احترام للحقوق والحريات وفما معناها حرية التعبير وكذا لا وألف لا سيد حسين